برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. حقيقة الأمر الحديث يعني مازال مستمر عن الحوار الوطني، لأن كتير من المواطنين بيعولوا على الحوار الوطني يكونوا طوق نجاة يعيد التعليم إلى مكانته الطبيعية ومساره الصحيح، لأن المناقشات يعني مازالت مفتوحة في كثير من الملفات والقضايا المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن المصري، وفي القلب منها ملف التعليم، ملف التعليم قبل الجامعي، ويعني هذا الملف الخاص يعني بالمواطن المصري ويمس المواطن المصري بشكل مباشر، والكل يعول على هذا الملف. ويمكن تابعنا في جلسات الحوار الوطني أول أمس يعني مناقشة قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الزيادة السكانية وملف التعليم قبل الجامعي في المحور المجتمعي، اللي كان فيه كتير من المناوشات وكثير من التوصيات اللي أوصت بها المشاركين في هذا الملف تحديدا. مسند، وشفنا حالة من ثراء الحوار حقيقي. يعني أنا عايزة أقول لك إن الموضوع ده بالتحديد بهم الأسرة المصرية ككل. إحنا فيش حد فينا دلوقتي في بيته ما فيهوش طفل، سواء قرايبنا أو بيوتنا فيش طفل في المدرسة، فيش طفل لسه بيفكر إيه اللي يدرسه، خصوصا طبعا مع وجود كل التحديات اللي بيقابلها العالم في نفس الوقت وجود كل هذه الوظائف. لكن هل إحنا النهاردة مستغليين التعليم في بما يتناسب مع اللي بيحتاجه سوق العمل؟ ده أسئلة كتيرة جدا. الجلسات دي بيشارك فيها في الحقيقة عدد كبير من ممثلي مختلف التيارات والخبراء عشان يطرحوا أفكارهم ويناقشوا كل ما له علاقة بملف التعليم، سواء المناهج أو تطوير أدوات المعلم أو الأنشطة المدرسية وكمان الامتحانات والتقويم ومواجهة طبعا الدروس الخصوصية. يمكن ده اللي بيهم البيوت المصرية النهاردة. البيوت المصرية مش عايزة تدفع هذه المبالغ الكبيرة في الدروس الخصوصية، وعايزة أولادها لما يروحوا المدارس يستفادوا باللي بتعلموه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضيوفنا اللي منورنا النهاردة، هنناقش معهم هذا الملف بالتحديد. النائبة رشا كوليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منورنا النهاردة. أهلا بيكم، مبسوطين بوجودكم معنا ومبسوطين بالعنصر النسائي الجميل الموجود مش بس في التنسيقية لا كمان في الحوار الوطني. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. اثنين من النماذج المشرفة، سواء كانت دكتورة رشا كوليب أو دكتورة صفاء حسني، اللي بنعتز دايما بأفكاركم وأطروحاتكم البناءة اللي دايما بتتبناها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والواحد يطمن على مستقبل التعليم طالما المرأة بتقود هذه المسيرة. عاوز أبدأ مع حضرتك دكتورة رشا وأعرف منك إيه هي التحديات اللي بتواجه التعليم قبل الجامعي. بداية صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا الأعزاء. في الحقيقة امبارح كانت جلسة طويلة جدا من الساعة 11 لتقريبا 8:30 أو 9 بالليل بتناقش ملف التعليم قبل الجامعي. خلينا كده نبص يعني نقول كده نلقي نظرة سريعا على الحوار الوطني بالنسبة للناس هو إيه. الحوار الوطني هو في الوقت ده تحديدا هو بارقة أمل. الجميع يعول على الحوار الوطني مش بس في قضية التعليم حقيقي، ولكن في العديد من القضايا وعلى رأسها التعليم. ليه بقى التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعي؟ التعليم قضية كل بيت في مصر. صحيح. كلنا مهمومين بالتعليم، وده لو بنتكلم على مستوى الأفراد، أنا وحضرتك وحضرتك وحضرتك، كل الناس، كل اللي موجودين، مفيش بيت يخلو من معلم، من طلبة موجودين في كل المراحل التعليمية. طيب بالنسبة بقى لو بنتكلم على مستوى الدولة، فهي قضية لا يختلف عليها اثنان، يعني مفتاح حل أو مفتاح السحري لحل كل القضايا الأخرى، سواء سياسية اقتصادية وحتى كمان القضايا الاجتماعية. طيب في مجموعة كده من الركائز والأساسيات لازم نأكد عليها وإحنا بنناقش ملف التعليم قبل الجامعي تحديد. إحنا لما بنتكلم عن التعليم فإحنا بنتكلم عن حق كفله الدستور المصري وليس مجرد خدمة بتؤديها الدولة أو تقدمها لمواطنيها. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن التعليم مش مسؤولية بس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. صحيح. لا، دي مسؤولية مجتمعية بتقع على عاتق الجميع. خلينا فاكرين كويس جدا الجزئية دي عشان هنجلها كمان شوية. طيب بعد كده بنتكلم برضو، احنا بننتقد، بنتكلم بنقول ان في قصور شديد في التعليم، ولكن لا ننكر ابدا ان الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في ملف تطوير التعليم وخاصة منظومة التعليم قبل الجامعي. طيب هنروح بقى للتحديات. ايه المشاكل اللي عندنا؟
محتاجين قبل ما نقول المشاكل نلقي نظرة كده على المشهد التعليمي الموجود عندنا في مصر. هنلاقي ايه هي محاور عمليات تعليمية؟ هنلاقي ان احنا عندنا معلم، عندنا طالب، عندنا منهج، عندنا بيئة مدرسية، عندنا مجتمع، وده يعني محور مهم جدا في محاور عمليات تعليمية لا يمكن اغفاله. عندنا محور مجتمعية في النهاية. بالظبط. عندنا كمان محور التمويل ومحور الإدارة. لو بصينا بقى على المحاور دي كلها كده هنلاقي ان كل محور من دول فيه مشكلة. اتكلم عن المعلم، فاحنا عندنا عجز شديد جدا في اعداد المعلمين. صحيح. عندنا تدني لاوضاعهم المادية والادبية في المجتمع. نروح للطالب، هنلاقي ان الطالب فقد شغفه تجاه العمليه التعليميه. بالظبط. يعني عندنا دلوقتي طلاب مش مقبلين على العمليه التعليميه. عندنا يعني الهدف من التعليم نفسه يختلف من الطالب للدوله. الطالب هدفه ان هو يروح عشان ينجح، عشان يدخل كليه زي ما بنتكلم كليه قمه، لكن الدوله ليها هدف تاني خالص، الارتقاء بشكل عام بالعمليه التعليميه. طيب نروح للمجتمع، هنلاقي ان المجتمع فيه ضعف ثقة شديدة في المدرسة، وده ترتب عليه ظاهرة استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية. نروح مثلا لمحور الإدارة، عندنا قصور في منظومة الإدارة. عندنا نروح لمحور التمويل، عندنا مشكلة في تمويل العملية التعليمية، وده اللي طرحنا عليه توصيات بعد كده ازاي نعالج فكرة نقص التمويل الموجه للتعليم. طيب سيادة نائبة صفاء، عايزه اتكلم معاكي عن يمكن اهتمام كبير قوي بتولي الدوله للتعليم الفني، وعشان كده احنا يمكن كنا قاعدين من فتره مع احد رجال الصناعه في مصر، كان موجود معانا وبيناقش على فكره او مشارك في الحوار الوطني، واتكلم عن حابب قوي انه يشوف من وزاره التربيه والتعليم لجنه مخصصه، ومن رجال الصناعه لجنه مخصصه، ويبتدوا يتناقشوا، يبقى في زي كوميونيكيشن ما بينهم او تواصل ما بينهم عن احتياج رجال الصناعه للمهارات، وبالتالي يبتدي متخصصي طبعا الموجودين من وزاره التربيه والتعليم ادراجها في المناهج، بحيث انه يخرجوا لنا جيل موجوده او عنده المهارات دي، فبالتالي يناسب سوق العمل. التعليم الفني تم نقاشه ازاي في هذه الجلسه؟ هل كان في محور اهتمام ليه؟ بما انه طبعا جزء مهم من التعليم قبل الجامعي، كلمينا اكتر عنه وما تم طرحه بما يخص التعليم الفني في هذه الجلسه. هي طبعا كان في اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني امبارح، وكان في عدد من التوصيات وعرض مشاكل وتحديات كتيره في التعليم الفني. وزي ما حضرتك بتقولي، لا التعليم الفني حاجه مهمه جدا. لو احنا فعلا الدوله بتسعى وعندها رؤيه واضحه جدا للتنميه الاقتصاديه والصناعيه، التعليم الفني هو جزء من المعادله دي. واحنا بنشوف دول كتير جدا زي المانيا وزي اليابان، التعليم رقم واحد هناك هو التعليم الفني. طب نرجع هنا، مشكلتنا ايه في الاساس؟ هي مسؤوليه مشتركه ما بيننا وما بين المواطنين. احنا لسه هنا عندنا كمجتمع مشكله مع التعليم الفني والنظره المجتمعيه ليه، وده البدايه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ان انا لسه في معظم الاوساط بعامل التعليم الفني ان هو تعليم الدرجه الثانيه، اللي ملحقش غير المتفوقين. صحيح. اللي ملحقوش الثانوي العام هم اللي هيدخلوا تعليم فني، فطبعا الطالب بيبقى داخل محبط جدا. طب هل هو ده الواقع او هو ده الحقيقه؟ لا طبعا، انا ببقى شايفه ان التعليم الفني ده الطالب اللي بيبقى بيتعلم حاجه مختلفه، اللي بيبقى عنده جزء تقني مش بس جزء نظري، وهو لسه في المرحله الثانويه بيقدر ياخد جزء بيطبقه بايديه وجزء تطبيقي، وبيدخل ورش ومعامل وما الى ذلك. طيب احنا محتاجين ايه وايه اللي تم مناقشته امبارح؟ اول حاجه احنا قلنا التحديات والمشاكل في التعليم الفني. اولا انا عندي طبعا طفره كبيره في عدد من المدارس، وعندي نموذج. صحيح. ناجح جدا، وهو مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، ودي اللي فيها التعليم الفني اللي احنا بنسعى له. ولكن طب باقي المدارس التكنولوجيا التطبيقيه هي نسبه ضئيله جدا من المدارس التعليم الفني. طيب هبص، انا عندي التعليم الفني ده تعليم فني زراعي وصناعي وتجاري. التعليم الفني الصناعي 54% من اجمالي مدارس التعليم الفني. طيب انا دلوقتي هل الورش كلها فيها رفع كفاءه وفيها متوفر فيها الخامات ومتوفر فيها ان الطالب يمارس بايديه؟ طيب بعد كده انا بضمن ايه؟ بضمن مسار مهني واضح لطالب وخريج التعليم الفني. ده للاسف مش موجود ومش متاح لكل الناس. احنا مره يعني في اطار البحث ومناقشه قضيه التعليم الفني تواصلنا مع اوائل الجمهوريه على سنين مختلفه في التعليم الفني الصناعي. فانت دلوقتي كنت اول او اولى على الجمهوريه في شعبه زي الالكترونيات او الكهرباء. عملت ايه حضرتك متخيله؟ يعني ايه الاول؟ يعني الاول على الجمهوريه ده اللي هو اشطر حد
في العملي النبغه اللي في العملي هو اشطر حد، في النظري هو اشطر حد، فده حد احنا المفروض نخطفه كده ونركز معاه. صحيح. حضرتك عملتي ايه بعد كده؟ دخلت معهد فني صحي، حاجة تانية خالص بعيدة عن المسار والشهادة والحاجة اللي هي متفوقة فيها كمان، مش بس الشهادة، ده هي متفوقة، انت مش زي اي حد خد الشهادة دي، ده حضرتك وحضرتك متفوقة جدا. فهنا طب ايه اللي خلاكي تاخدي المسار ده؟ فقط لان في وظيفة مضمونة، في تكليف هيجي للمعاهد الفنية الصحية وفي ضمان الوظيفة، وانا عارفة ان انا هيكون عندي مصدر دخل من ده. وعشان كده احنا طرحنا امبارح في جلسات الحوار الوطني فكرة ريادة الاعمال. كنت لسه اسالك طبعا ده مكون مهم جدا ولازم يكون موجود ومفعل في الفصول ومفعل في مناهج التعليم الفني، وازاي ان انا ادرب المعلمين كمان ان هم يشتغلوا على مناهج معتمده على العصف الذهني، معتمده على المناقشه والحوار والورش العمل. الطلبه المصريه حقيقي هي طلبه مبتكره، ولكن هي عايزه تتحط على مسار مظبوط، ان يكون ادارتي للفصل مختلفه. طلاب التعليم الفني هم ناس دماغهم فعلا مختلفة، بيفكروا بشكل عملي جدا مش نظري، عارفين تكنيكاليتيز كتيرة وحاجات تقنية وصناعية كتيرة جدا، أنا بس محتاج أوجههم إزاي يتم استغلال ده بشكل مظبوط، وإزاي يقدروا يعملوا مشاريع ويعملوا أفكار مبتكرة تخدم المجتمع وتخدم بلدهم وتخدمهم هم شخصيا كمصدر دخل ليهم. يعني حضرتك اتكلمت على نقطة في غاية الأهمية تحديدا دكتورة صفاء، وهي فكرة التعليم الفني، ويمكن أشرتي كمان للتشابك اللي موجود ما بين جهات عديدة. أروح هنا بالتشابك ده لمعالي النائبة رشا كليب، لأن في حياة الأمر موضوع التشابك ده بيقول لنا أن العملية التعليمية لا تتوقف عند وزارة بعينها، وأن في تشابك سواء كان ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهنا أنا بأكد على والتعليم الفني، لأن هل إحنا بنحتاج لفصل ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وليكن مجلس قومي للتعليم الفني ولا لا، وفكرة كمان الربط بالسوق الخاص، وأخبار رؤية مصر 2030 إيه فيما يخص التعليم الفني كمان؟ في الحقيقة يعني رؤية مصر 2030 يعني أنا تحتاج مراجعة، في تقديري شخصي دي رؤية محترمة جدا ورؤية طموحة، وتم وضعها من عدد من الخبراء، يعني وضعت في 2016 وتم تحديثها في 2018، ولكن للأسف الشديد هي مهمشة، إحنا مش بنشتغل بيها كمرجعية لنا، للأسف في تهميش شديد، كل يعمل في جزر منعزلة. بالظبط. احنا برضو من كلام حضرتك، احنا من هم المعنيين بالعملية التعليمية في مصر؟ نشوف كده الجهات، هي طبعا مسؤولية مجتمعية زي ما قلت في الاول، ولكن احنا عندنا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عندنا في أكاديمية مهنية للمعلمين، عندنا الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عندنا الجديد بقى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني، عندنا عدد من الفاعلين في العملية التعليمية أو في منظومة التعليم قبل الجميع، ولكن للأسف كل يعمل على حدة. ومن هنا بقى جات يعني توجيه من فخامة الرئيس أن يبقى في مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، ويمكن امبارح تم طرح مشروع القانون ده على مجلس لجنة التعليم في الحوار الوطني، وفي الحقيقه لم يتم مناقشته حتى الان، ولكن هيتم يعني عمل جلسات منفرده لمناقشته، ولكن احنا عندنا رؤيه كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ان احنا متفقين تماما مع فكره انشاء المجلس الاعلى او الوطني للتعليم والتدريب، وعلى ان يكون مستقل. طيب المجلس ده هيعمل ايه؟ احنا عندنا دلوقتي الفكرة، هي فكرة التطوير المفروض ان هي فكرة مستمرة، والمفروض ان هي رؤية دولة واستراتيجية دولة. طيب اللي حاصل دلوقتي ان كل وزير بيجي بيشتغل بدماغه، كل وزير بيجي بيعمل خطة جديدة، فالمجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم ده هيكون يعني هيكون مهمته ان هو يضع استراتيجيه وطنيه يلتزم بها الجميع، جه بقى وزير النهارده، جه وزير بكره، كله يلتزم بيها، كل المعنيين والفاعلين في العمليه التعليميه هيكونوا يعني فكره مراجعات ومتابعه. اول حاجه وضع الاستراتيجيه، رسم السياسه التعليميه في مصر، برضو احنا لينا تصور ان هو يبقى يوفر الموارد ويراقب الانفاق، ويكون كمان مسؤول عن عمليه ضمان جوده التعليم، لان احنا عندنا دلوقتي الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم دي المفروض المعنيه بعمليات المراجعه والجوده، وللاسف برضو هي هيئه منشاه من 2006، يعني تقريبا نتكلم في 17 سنه، وحتى الان لم تحقق 20% من المهام المستهدفه من
المهام الموكلة إليها، فده أمر غير منضبط يعني بيستلزم مراجعته. وبرضو يعني عايزة بقى أتطرق للتوصيات اللي تم طرحها امبارح كرؤية لتنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، وفي الحقيقة الورقة بتاعتنا مختلفة جدا، لأن هي بس مش بتعبر عن رؤيتنا. يمكن أحمد أنت فاكر إن احنا كنا عملنا جلسات جلسات مجتمعية، جلسات حوار مجتمعي حول الحوار الوطني، حول قضايا الحوار الوطني وتحديدا التعليم. لفينا كل محافظة في مصر، رحنا الجامعات، رحنا المدارس سواء ابتدائي اعدادي ثانوي تعليم فني، رحنا قابلنا طلاب، قابلنا معلمين، قابلنا مديري المدارس ومديري الادارات ووكلاء الوزارات. يعني عملنا في الحقيقة حوار شامل، حوار مجتمعي شامل. ومن هنا بقى بتيجي أهمية الورقة بتاعتنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان احنا مش بنعبر بس عن رؤانا، لا، دي طلبات الناس، دي اللي الناس عايزاه. وده في الحقيقه اللي وجه بيه فخامه الرئيس، ان هو عايز يسمع الناس، الناس عايزه ايه صحيح فيما يخص التعليم. فكان طبعا كان طلبات المعلمين، وكان على راسها سد عجز المعلمين في المدارس. احنا عندنا 325 الف معلم عجز، وده كان اقتراح مننا ان يتم مسابقات التعيين، ان يتم يعني عمل مسابقه. احنا عندنا 40 الف معلم بيحالوا للمعاش كل سنه، فاحنا قلنا ان احنا نعمل مسابقه لتعيين معلمين بدل المحالين للتقاعد، بجانب خطه طبعا تعيين ال 150 الف معلم اللي وجه بيهم فخامه الرئيس. ايضا فيما يخص المعلمين، احنا عندنا كيان اسمه الاكاديميه المهنيه للمعلمين، ده موجود ليه فروع في كل محافظات مصر، وللاسف عباره عن طاقه مهدره. احنا بنتكلم ان احنا عندنا طاقات مهدره كتيره جدا مش قادرين نستغل. يعني احنا عندنا ذهب موجود، عندنا حاجات كتيره وموارد كتيره جدا موجوده، لكن للاسف مش قادرين نستغلها ونستثمرها الاستثمار الامثل. المورد البشري هو اهم مورد بتمتلكه مصر، وبنشوف لما بيطلع بره بيعمل ايه. صحيح. يعني ليه ما نستفدش احنا بالعنصر البشري الخاص بالمواطن بينا كمصريين تحديدا؟ صحيح. معظم الاستفاده منه. صحيح. وعشان كده احنا امبارح اقترحنا ان يكون في تعديل تشريعي ونعمل قانون الأكاديمية المهنية للمعلمين، عشان مش بس يكون دورها ان هي تدي او تعمل اختبارات الترقي للمعلمين، لا، دي تساعد ايضا وتقدم اللي هي التدريبات والبرامج الخاصة بالتطوير المهني للمعلمين. طيب انا عايزه اقول حاجه، عشان انا مش عايزه اكون مثاليه في هذا الملف تحديدا، انا عايزه اكون واقعيه جدا. المعلمين النهارده ده راجل فاتح بيت، دي سيده فاتحه بيت، كل دلوقتي بيعول، كل الناس بتشارك في مصاريف البيت. الراجل ده النهارده شايف مثلا انه في مدرسه حكوميه بيدرس من 50 ل 90 طالب في الفصل، فانا مش يعني في بعض منهم للاسف يقول لك ايه، انا مش هوجع دماغي بقى وايه، وهعتمد على الدروس الخصوصية. والبعض الآخر بيوجع قلبه وبيوجع دماغه عشان خاطر يوصل المعلومة لدى الطلاب. ازاي بنحرص على زي ما حضرتك قلت، يعني خليني اقول يعني تشجيع المعلمين سواء ماديا او نفسيا او تأهلهم ان هم يوصلوا المعلومة للطلبة بطريقة تخلي الطلبة اولا عايزين يتعلموا، يعني يبقى فيه الإقبال ده مرة تانية، الشغف ده مرة تانية من الطلاب عشان يتعلموا. تاني حاجة هم نفسهم كمعلمين يكونوا يعني راضيين عن العمليه بتاعنا، الرضا الوظيفي. السؤال ده ليا صح؟ ليكوا انتوا الاثنين بصراحه. حضرتك قلتي كذا جزء في سؤال حضرتك، الدروس الخصوصيه، هو ايه سبب في انتشار الدروس الخصوصيه؟ على فكره الفكره مش فكره كثافات ابدا، لان احنا بنشوف حتى على السوشيال ميديا السناتر بيبقى عدد قد ايه موجود في القاعه الواحده، يعني اوقات بيبقى اكتر بيتخطى المئات. نقطه حلوه جدا تحترم، فدي موجوده هنا ودي موجوده، مش ده خالص. صح. السبب صح. ولكن السبب ايه اللي بيخلي الطالب يروح السنتر ويسيب المدرسه وتوصل ل 300 طالب في السنتر؟ ده حقيقي. ايه اللي بيخلي الطالب يروح السنتر، وايه اللي بيخلي المعلم يسيب المدرسه ويروح السنتر؟ اول حاجه ان الطالب هو ما عندهوش ثقه، هو واهله ما عندهوش ثقه في المدرسه. طيب المعلم مش لاقي تقدير المادي. معنوي، لا، المادي قبل المعنوي، خلينا نكون والمعنوي حقيقي. المادي قبل المعنوي، يعني حضرتك لو تفتكر المعلم بتاعك الاول ومدى احترامك ليه، ولحد دلوقتي احنا فاكرينه معلمينا كلهم، ودلوقتي الوضع واحنا بنتعامل مع المعلم ازاي، وهنا بقى يجي دور مهم جدا وهو دور الاعلام والصوره الذهنيه اللي بيرسمها الاعلام عن المعلم. الحاجه الثانيه اللي هي التقدير المادي، لا، الوضع المادي للمعلم متدني جدا، وبالتالي هو بيتوجه للدروس الخصوصية. طيب نعمل ايه عشان نحل المشكلة دي؟ اول حاجة لازم نسد عجز المعلمين، لان انا دلوقتي مثلا مدرسة المفروض يكون فيها سي مثلا 20 معلم،
تمام، هنتكلم يعني لو مدرسة صغيرة جدا 20 معلم تمام، لا هو دلوقتي موجود 10، فده بيزود العشرة بحمل أو عبء أكتر من المفروض يعملوه أو يتحملوه. طيب يبقى أول حاجة هنسد العجز، تاني حاجة ننظر بقى للأوضاع المادية للمعلمين. يعني أنا برضو من المفارقات إن المعلم لحد دلوقتي بياخد بيقبض على أساسي 2014 مش على الأساسي دلوقتي، فإحنا محتاجين مراجعة لكافة الأمور ده، مع العلم ان كل معلمي مصر مقدرين تماما الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها زينا زي اي دوله في العالم. هم مقدرين تماما يا دكتور، وانا عاجبني يعني بدايه التوصيف والتشريح للمشكله اللي حضرتك بداتي بيها سرد الكلام في بدايه الحديث خالص بفكره اول حاجه قلتيها اوضاع المعلم. العمليه التعليميه منقسمه لاطراف مشتركه، صحيح. مش بس طالب، مش بس مناهج تعليميه، لا المعلم، صحيح. فلابد ان انا ارتقي بهذا المعلم علشان خاطر يكون مهيئ نفسيا حتى كمان في ظل أوضاع اقتصادية إذا حملت عليه الدولة بشكل أكثر هو شايف اللي هو مرضي. وهنا أروح لدكتورة صفاء حسني وأعرف من حضرتك شايفة إزاي مشكلة الدروس الخصوصية وإزاي نقدر اللي احنا نحلها، ويمكن كمان لو هنتكلم على التعليم الفني لأن كان من بين التوصيات اللي يعني طرحتوها في ورق التنسيقية اللي كان مقدم، وخليني يعني أفيد وإن كانت أنا شهادتي مجروحة شوية، لكن فعلا لقينا ولمسنا إن كل ما تقدمت به تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين على مختلف المحاور الثلاث كان ملامس جدا لأرض الواقع وملامس جدا لما يطلبه المواطن المصري، وده لو نم على شيء نم على التحضير والاستعداد المسبق اللي ذكرته الدكتورة رشا وفكرة نزولكم للأرض والجامعات وغيرها من الأماكن عشان تعرفوا الناس عاوزة إيه في هذا الحوار. لكن حضرتك أوصيتي كمان بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، فبرضو أهمية ده والدروس الخصوصيه مش عايزين ننسى. طيب. لا تمام، خليني ابدا مع حضرتك بفكره الدروس الخصوصيه، واكد طبعا على كلام النائبه رشا ان طبعا انا عندي منظومه وعندي الكثافه مش هي السبب، انا لازم ابص على فكره العمليه التعليميه داخل المدرسه كيف تدار. خلينا شفنا مثلا، احنا شفنا تجربه في كورونا ان انا دلوقتي كل السنترز او كل مراكز الدروس الخصوصيه وما شابه كانت بتشتغل بشكل الكتروني او بشكل اونلاين، وفي نفس الوقت وزاره التربيه والتعليم طرحت منصات بشكل الكتروني واونلاين، وساعات ممكن يكون هو نفس المدرس هو اللي هنا وهو اللي هنا، صحيح. طب ازاي الطالب انا خليته يروح يدفع فلوس ويثقل على عاهل اسرته وهكذا في ظل الظروف الاقتصاديه دي كلها وما يروحش لمنصه الوزاره؟ فأنا محتاجة الأول أبقى عندي توعية بالخدمات اللي الوزارة بتعملها، وعندي دلوقتي وارجع تاني أرجع الثقة، ما هي الوزارة دي هي اللي هتحط لك المنهج المدرسي وهي اللي هتمتحنك فيه وهكذا، فإزاي أن أنا أبدأ أرجع الثقة؟ ما يبقاش كتاب المدرسة ده الكتاب المهمل وهروح أجيب الكتاب الخارجي. بس أنا كمان عايزة رقابة على ده يا فندم، يعني محتاجين من التوصيات، وهتلاقي الأولياء الأمور بيتكلموا معاكم في ده، رقابة على لو معلم مثلا معروف ان هو بيدي دروس خصوصيه والمدارس بتبقى عارفه واي حد في المدرسه بيبقى عارف، يبقى في رقابه على المحتوى اللي هو بيقدمه، انه مش اللي انا شرحت مره وخلاص، لانه بيحصل يعني، خلينا نبقى واقعيين. فمهمه قوي كمان حته الرقابه دي. خليني كمان قبل ما ارجع لنقطه الرقابه، هي في نقطه كمان في النص، ان ممكن يكون الاستراتيجيه على الورق رائعه جدا، صحيح، وده احنا شفناه في السنوات السابقة، فكرة التابلت وفكرة المحتوى المختلف وتطوير المناهج والكلام ده كله، لكن أنا أعطيت هذه الاستراتيجية لمعلم لم يتم تدريبه وتوجيهه على هذه الاستراتيجية أو على هذه أو هذا التطوير في العملية التعليمية، فهنا لقيت فجوة كبيرة جدا. الكلام على الورق رائع وأكثر من رائع، وكان فيه فعلا خبراء اشتعبوا واشتغلوا على الكلام ده، وحضرتك قلت ان انا هبدا مع كمان الصغيرين والمراحل المتقدمه زي الابتدائي والكلام ده كله بتطوير شامل، مش هعمل الولاد بقى بالدرجات وهعمل تطوير شامل، ده عظيم جدا. وفعلا المناهج دلوقتي في المراحل الابتدائيه الاولى فعلا فيها تطوير وبتواكب ان عقل الطفل، ان الطفل اللي موجود دلوقتي في المدرسه مش هو خالص الطفل اللي كان موجود من 10 سنين، صحيح. ولكن انا محتاجه اركز اكتر مع المعلم، اعمل جلسات ورش عمل، استغل الاكاديميه المهنيه لتدريب المعلمين وابدا اشتغل على توجيه واطار كده تدريبي محترم على الاستراتيجيات وما الى شابه. عشان طيب. كده حضرتك اوصيتي بالمجلس القومي او المجلس الوطني للتدريب والتاهيل. ده حقيقي. ونرجع بقى ده فيما يخص الدروس الخصوصيه، وانا تاني بقرر ان لو احنا اهتمينا بالمعلم بالاوضاع الماديه وبالتدريب والتعليم وان هو يكون فاهم
خطة البلد ورؤية مصر 2030 والتطوير اللي بيحصل في التعليم ده هدفه إيه؟ أولا هينقل للطالب، لأن هو ده حضرتك مهما تكلمنا في الإعلام ومهما قلنا الدايركت كونتاكت أو الاتصال المباشر ما بين الطالب من المعلم ومن المدرسة. فلو المعلم فعلا حاسس إن ده تطوير حقيقي وإن ده هيفيد الطالب، هو هينقل له الصورة دي، والصورة دي هتتنقل لأولياء الأمور وللبيوت، وهيكون في ثقة كاملة وشاملة. فده اللي احنا بنتكلم فيه فيما يخص الدروس الخصوصية. لو جينا بقى نرجع للتعليم الفني، فكرة الشراكة اللي حضرتك ذكرتها ما بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طبعا احنا دايما كنا بنتكلم استراتيجية مصر 2030 بتتكلم عن فكرة مثلث التنمية، ان انا يكون في شراكة اضلاعها القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. في طبعا تجارب في التعليم الفني رائعة جدا في الفكرة دي، وهي فكرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي قفلت الدايرة اللي احنا عايزينها، ان طالب بيتلقى تعليم متميز بسعر مناسب جدا جدا جدا، وكل مدرسة هي بها شريك صناعي بيؤهل الطالب لسوق العمل في التخصص اللي هو عايزه. صح. فانا كده لقيت حضرتك التعليم الفني هو فعلا حقيقي بيخدم على القطاع الخاص. حضرتك انت محتاج عماله فنيه في القطاع الخاص وانا بوفرها لك كتعليم فني، والقطاع الخاص بيكون شريك ايضا في بالزبط. العمليه التعليميه داخل المدارس التكنولوجيا التطبيقيه بالزبط. فبالتالي بيقدر يقول متطلباته واحتياجاته لسوق العمل ايه، فيبقى انا كده قفلت فكره سد الثغرات اللي ممكن تجيلي من يعني شاب اتعلم مهنه ما زي ما حضرتك ذكرتي اوائل الجمهوريه في الالكترونيات واشتغلت في حاجه تانية خالص. ده حقيقي، ده بالظبط كده، خلاص ضمن سريعا جدا علشان ضيق الوقت انا عاوز بس يعني او لا مع فكره تقنين الدروس الخصوصيه ولا المنع التام، تقنينها كانتقال مرحلي مع او لا؟ لا ضد طبعا انا مع تجريم الدروس الخصوصيه، ولكن نعالج ده، نرجع المدرسه تاني، نشبع المعلم، نفعل الهيئات والمؤسسات الكتيره الاهتمام بالمعلم عندنا. دكتوره صفاء، انا برضو ضد طبعا فكره الدروس الخصوصيه، لاني كده كاني بقول خلاص ما فيش مدرسه ولا في سعي لاي تطوير. لا بالعكس، انا عايزه اقول لحضرتك انه في المدارس الدوليه اللي هي بألوفات مؤلفة دي مئات مؤلفة دلوقتي كانت بألوفات صحيح بتجرم الدروس الخصوصية لمعلميها، فهم النهاردة ما بيدوش دروس خصوصية تماما وخايفين يخسروا صحيح. وظايفهم عشان لو ادوا دروس خصوصية خلاص ما مش هينفع. لا أنا طبعا ضد فكرة أنا معاكم في تجريم الدروس الخصوصية بالمعلم. لأن لو جربناها مش هيبقى في الدروس الخصوصية دي اللي احنا هنسمع بقى من عليها والله أنا شرحت والولد الصغير يروح يقول لبابا مامته أنا مش فاهم. هي منظومة كاملة. بنشكركم، دوركم كبير قوي قوي ومهم جدا جدا، مستنيين لسه التوصيات والمخرجات لهذه طبعا الجلسة المهمة جدا جدا. التعليم زي ما حضرتك يمكن كلمتي بيمس كل واحد في مصري، لو أنا النهاردة ما عنديش أولاد بيتعلموا، عندي أولاد أختي أولاد أخويا يعني موضوع مهم جدا صحيح. ملف شائك ومهم جدا جدا. كل الشكر ليكم النائبة رشا كوليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، ودكتورة صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بشكركم كل الشكر على وجودكم. دكتورة رشا ودكتورة صفاء نورتونا وأسعدتونا، ودائما وكالمعتاد التنسيقية دائما يعني ما تنحاز للمواطن باختلاف الأيديولوجيات والفكر المتعدد داخل التنسيقية. شكرا لوجودكم معنا في صباح الخير. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم لفاصل سريع، لكن لسه مستمرين معاكم حتى العاشرة صباحا، انتظرونا.